بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم الطلبة. ألور آخر حاجة غادي نبارطاجيها معكم هي هاد غوزيمي هذا ديال الترموديناميك. دونك هنا بحال قلتي واحد الغوزيمي ديال داكشي كامل اللي كنا شفنا، دونك كيفاش نكالكوليو لو طرافاي لا شالور لينيرجي انترن، كيفاش نرسمو الدياغرام ديالنا وداكشي. دونك هنايا كاين كلشي، يعني غيزيمي ديال داكشي كامل. كنتمنى انكم تستغلوه مزيان، لحقاش هاد غيزيمي هذا مزيان وغادي ينفعكم الا استغليتوه. دونك حاولوا انكم دونك تامبريميو باش يلا تستغلوه مزيان وتخدموا به ان شاء الله مزيان. اوكي دونك غادي نحاول هنايا نشوفوا هادشي شنو هو، شنو كاين في هاد الغوزيمي هذا. اوكي دونك اول حاجه عندنا لو طرافاي اللي كنا شفناه في لي فيديو. لو طرافاي كنرمزو ليه بدبل في كما قلنا، وقلنا ان دلتا دبل في كتساوي موا بي دي في. اوكي وهاد دبل هاد دلتا دبل في كيتسمى لو طرافاي اليمونتير. اوكي الا بغينا نجبدو دبل في راه كتساوي لانتيغرال ديال دلتا دبل في اللي هي موا لانتيغرال ديال بي دي في، هذه في الحاله ديال ريفيرسيبل. المهم هادشي راه كنا كاع شفناه. دونك الحاجه الثانيه هي كونتيتي دو شالور كي. اوكي دونك هاد لا شالور هادي كنا شفنا 3 ديال لي غولاسيو ديالها. الغولاسيو الاولى هي هادي دلتا كي ايغال سي في دي تي بلس ال دي في. الغولاسيو الثانيه دلتا كي ايغال سي بي دي تي بلس اش دي بي. والغولاسيو الثالثه اللي كنا شفنا ايضا هي ديال لاندا دي بي بلس مي دي في. اوكي دونك هنايا هاد لي غولاسيو هادو مهمين، خصنا نحافظوهم ونعرفوا الديمونستراسيون ديالهم. اوكي دونك كنا ايضا شفنا هاد لي كويفيسيو هادو سميناهم كويفيسيو كالوريمتريك، وشفنا لي غولاسيو ديالهم لاندا ايغالا هادي ال ايغالا هادي اش مي. وهنا عندنا واحد الملاحظه ان كي كتساوي الانتغرال ديال دلتا كي. اوكي دونك عندنا حنا دلتا كي كتساوي هاد لي غولاسيو بثلاثه، الا بغينا نجبدو كي راه كتساوي الانتغرال ديال هادشي. اوكي دونك ندوزو دابا نشوفو الحاجه الثالثه. عندنا هنا واحد الغوزيمي ديال لي فارياسيون او لا فارياسيون انترن. اوكي اللي هي فارياسيون ديال الانرجي انترن ديال طا او. اوكي دونك حنا قلنا في لو بروميير برينسيپ عندنا ممكن نكتبوا لو بروميير برينسيپ على جوج ديال الاشكال. الشكل الاول على شكل لا ديفيرونسيال، قلنا اي راه ديفيرونسيال دونك دو اي ايغال دلتا دبل في بلس دلتا كي. وايضا ممكن نكتبوا على شكل فونكسيون ديتا. كنعرفوا حنا ان او عباره عن فونكسيون ديتا كتغير من ليتا فينال او من ليتا انيسيال ليتا فينال. دلتا او ايغال دبل في بلس كي. واخيرا شفنا واحد الغولاسيو، دونك هاد دو غولاسيو هادي دو او ودلتا او كتسمى هما لو بروميير برينسيپ. اوكي هادشي شفناه. وشفنا ايضا ان دو او ايغال سي في دلتا تي واللي هي كتساوي كي في، هادي مونطرين عليها في واحد الفيديو. اوكي دونك اخر حاجه شفناها هي الفارياسيون ديال اونطالبي دلتا اش. اوكي كتساوي سي بي دلتا تي، وعندها غولاسيو مع او اللي كتساوي اش كتساوي او بلس بي في. هادشي كاع كنا شفناه. وهنايا عندنا هنا الفاريو ديال دلتا اس. دونك هذا لو دوزيام برينسيپ. ما في اس ان ما كيركزوش لكم على دوزيام برينسيپ، ما كيركزو على بروميير برينسيپ. اوكي ليكزام كامل كتحط على شكل بروميير برينسيپ. هنا عندنا غولاسيو دو مايير. اوكي هاد لا غولاسيو دو مايير كنا شفناها مثلا في فيديو خاص، وقلنا سي بي مو سي في ايغال ان ار، او لا ام عامل سي بي مو سي في ايغال ار. دونك كنا شفنا هاد لي غولاسيو هادو سي في ايغال ان ار سي غاما موان زا، وشفنا لي غولاسيو ديال سي بي. اوكي دونك حاجه هنا عندنا حاجه اخرى هنايا. بون عندنا بالنسبه لي ترانسفورماسيون ديال غاز بارفي، اول ترانسفورماسيون عندنا هو ايزوبار. ايزوبار قلنا اولا عفوا ايزوكور. ايزوكور عندنا في ايغال كونستانت يعني دي في ايغال زيرو. لو طرافاي ديالو كيكون كيساوي زيرو، وقلنا ان دلتا كيو كتساوي سي في دي تي بلس ال دي في. حنا قلنا في هذه الحاله عندنا ايزوكور يعني في ايغال كونستانت، يعني هاد ال دي في غتمشي لزيرو غتبقى كيو ايغال سي في دلتا تي. وهنا ممكن نكالكوليو هاد لا شالوغ بهاد الغولاسيو هادي الا كانوا كيعطينا في التمرين ترانسفورماسيون ايزوكور. اوكي دونك شفنا ايضا ترانسفورماسيون ايزوبار، شفنا لي غولاسيو ديالو، وقلنا ان كي تكون فيه بي ايغال كونستانت يعني دي بي ايغال زيرو. وقلنا ان ممكن نكالكوليو لو طرافاي على هذا الشكل هذا، لو طرافاي ايغال موال انتغرال بي دي في. الوغ ممكن نخرجو بي حيت كونستانت غتبقى دبل في اكس تساوي موال
بي نعمل لي في فينال موان في انيسيال، وشفنا غولاسيو ديال دو تاكو ايكال سي بي دي تي بلس اش دي بي، و دي بي كتساوي زيرو، دونك غتبقى عندنا كيو ايكال سي بي في دلتا تي. اوكي دونك هاد لي غولاسيو هادو كاع شفناهم في لي فيديو. ترانسفورماسيون ايزوتيرم، هنا كتكون تي في ايكال كونستانت، دونك دي تي ايكال زيرو. قلنا انا ممكن نكتبو هاد لو طرافي على الشكل هذا، موان ار تي ال ان ديال في فينال في انيسيال. وبالنسبه للانرجي انترن راها كتساوي دبل في بلس كي، الحساب بروميير برانسيب. هنا في هذه الحاله هذه كتكون كيو ايكالا موان دبل في، باسكو كتكون عندنا دلتا او ايكالا زيرو. اوكي وقلنا كي كتساوي ان ار تي ال ان ديال في فينال على في انيسيال، حيت كيو ايكالا موان دبل في، دونك دبل في كتساوي موان ار تي ال ان في فينال في انيسيال. دونك فينالمون كيو ايكال ان ار تي ان ان في فينال في ان اس ال. هنايا عندنا ترانسفورماسيون ادياباتيك كتكون لا شالور ايكال زيرو. لو بروميير برانسيب كتكتب على هذا الشكل هذا، عفوا كتكتب على هذا الشكل هذا، دوتا او ايكال دبليو في بلس كي. قلنا كيو ايكال زيرو، دونك دبليو في كتساوي دلتا او، وفينالمون غادي نلقاو ان دبليو في ايكال سي في دي تي. اوكي دونك حنا ندوزو نشوفو حوايج اخرين. مثلا هنايا عندنا في هاد الباج الثانيه، دونك بالنسبه لهاد الباج هادي اللي جديده، ان في التمرين كيقول لك مثلا ارسم لي الدياغرام. اوكي دونك بالنسبه للدياغرام ديال ايزوكور كتكون فيه في ايكال كونستون، دونك رسموه على هاد الشكل هذا. اوكي وبالنسبه الى مثلا قالوا لنا كالكيلي مثلا تي ان ولا بي ان ولا شي حاجه، كنستعملوا هاد الغولاسيو هادي، يعني تي سير بي ايغال كونستانت. اوكي دونك هاد الغولاسيو هادي منين جبناها، جبناها من مثلا عندنا حنا غاس بافي، كنديروا مثلا بي في ايغال ان اف تي، وكتغير من لي تاني سير لي فينال، وكنجبدوا هاد الغولاسيو هادي تي سير بي ايغال كونستانت. يعني هاد الغولاسيو هادي كيفاش كنخدموا بها، بحال مثلا قال كالكيلي تي ان، كدير تي ان سير بي ان ايغال تي 2 سير بي 2، وكتجبد تي ان من هاد الغولاسيو هادي. اوكي دونك هاد الشيء كاع شفناه، دبل في كتساوي زيرو، المهم هاد الشيء شفناه قبيله. بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوبار كتكون بي ايغال كونستانت، الا قالوا لنا قال اسم دياغرام ولا شي حاجه بحال هكا كنرسموه بحال هكا. اوكي كيكون بي ايغال كونستانت ما كيتغيرش. اوكي وبالنسبه الى قالوا لنا نحسبوا مثلا تي ولا في، كنستعملوا الغولاسيو هذه تي سير في ايغال كونستانت، يعني تي 1 سير في 1 كتساوي تي 2 سير في 2. وبالنسبه لو طرافاي هذه الغولاسيو ديالو، لا شالو هذه الغولاسيو ديالو، ودلتا او كتساوي سي في عامل تي 2 مون تي 1، افيك ان هنا عندنا سي بي ايغال ان ار غاما سير غاما مون ز. دونك هذه الغولاسيو كاع كنا شفناهم. بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوتيرم كتكون تي ايغال كونستانت كما قلنا. هنا الى بغينا نرسموا الدياغرام كنرسموا على هذا الشكل هذا. اوكي دونك راح كيشبه الادياباتيك، مي حاولوا تميزوا بيناتهم. اوكي دونك هذا ايزوتيرم. الى بغينا نكالكيلو مثلا بي ان ولا في ان، كنستعملوا هاد الغولاسيو هادي بي في ايغال كونستانت، يعني بي ان في ا ايغال بي 2 في 2. ولو طرافاي كنكالكيلو بهاد الغولاسيو هادي، وكي ايضا ودلتا اي كتكون كتساوي زيرو في هاد الحاله هادي. واخيرا عندنا ترانسفورماسيون ادياباتيك، الى قالوا لنا رسم الدياغرام ديالك رسمه على الشكل هذا. اوكي دونك راه كيشبه الايزوتيرم، مي هانتوما شوفوا الفرق بيناتهم. دونك هذا ايزوتيرم وهذا ادياباتيك. اوكي حاول تميزوا بيناتهم. اوكي وشفنا في واحد الفيديو ان لي غولاسيو ديال هاد ترانسفورماسيون ادياباتيك كاينين ثلاثه كنستعملوهم تما في التمارين، بي في اوس غاما ايغال كونستانت، تي في اوس غاما مونزا ايغال كونستانت، و تي بي اوس غاما اوس ان موان غاما سير غاما ايغال كونستانت. دونك هاد لي غولاسيو هادو كاع شفناهم في فيديوهات. اوكي وبالنسبه لو طرافاي ديال الترانسفورماسيون هذا كيساوي سي في تي دو مون تي ان، يعني كتغير من لي طاي انيسيال لي طاي فينال، ولا شالو راك تساوي زيرو. الوغ دلتا اي غتكون كتساوي سي في تي دو مون تي ان، يعني دلتا اي كتساوي دبل في. اوكي واخيرا الطلبه ما تنساوش بارطاجيو هاد لي فيديو هادو مع صحابكم، يقدروا يكونوا ما شافوهمش، على وعسى انهم يستافدوا من هاد لي فيديو هادو. كنتمنى انني نكون يعني استفدتوا منه غير شويه، وان شاء الله بالتوفيق لجميع الطلبه ديال لافاك بنسيك ولا الطلبه ديال المغرب. وايضا ما تنساوش تدخلوا للسيت ديال ايزيكور.com اولا السيت ديال اف اس بنسيك .com، راه غتلقاو فيه ان شاء الله ليكزيرسيس، تلقاو فيه لا شيف حتى هو. والسلام عليكم، ودعوا معنا، محتاجين الدعوه ديالكم الطلبه باش نكملوا، دعوا معنا بزاف. الله يجازيكم بخير والسلام عليكم.